آخر كام سنة يا سادة انتشر بشكل كبير الكلام عن الماورائيات، خصوصاً من أصحاب نظريات المؤامرة اللي دايماً شايفين إن مفيش حاجة في الكون بتحصل بالصدفة وكل شيء وراه ألف سبب وسبب. ومن ساعة ما ظهرت الدكتورة مايا صبحي سنة 2011 على التلفزيون وبدأت تتكلم عن حاجات كنا تقريباً أول مرة نسمع عنها، ومن ساعتها وبدأ البحث يكتر عن كل شيء خارج عن المألوف، عن الأمور الاب نورمال زي ما بيقولوا. زي ايه؟ زي حاجات كتير. عندك مثلا الحفر العملاقة اللي بتلاقيها ظهرت في يوم وليلة وتختفي برضو في يوم وليلة، ده غير ان في جهات عالمية ما تحبش ان حد يتكلم في المواضيع اللي زي دي. في برنامج يا سادة متخصص في علوم ما وراء الطبيعة اتصل عليه شخص اسمه ميل ووترز وقال ان الارض اللي بيمتلكها هو فيها حفرة عمقها غير معروف وغير محدد ولم يستطيع أحد تحديده ولا بأي طريقة، وعلى الرغم أن سكان القرية بيرموا فيها نفاياتهم بقالهم أكتر من 20 سنة إلا أن الحفرة دي لسه لحد النهاردة ما تملتش. الأغرب من كل ده يا سادة أن الرجل اللي اسمه ميل ده قال حاجة عجيبة جدا، قال أن واحد من سكان القرية رمى الكلب بتاعه بعد ما مات في الحفرة، وفجأة بعد يومين لقى الكلب مع صياد ماشي بيه في الغابة، ولما حاول انه ينادي على الكلب باسمه الكلب ما تفاعلش معاه نهائيا ولا كأنه يعرفه. واللي أكد للشخص ده ان ده هو فعلا الكلب بتاعه لقى الكلب لابس نفس الطوق اللي كان لابسه على رقبته واللي كان ملبسه للكلب بتاعه واللي هو ميت رماه وهو لابسه. فيا ترى ايه حكاية حفرة ميل الغريبة دي؟ وتفتكروا مثلا انها ممكن تكون بوابة لعالم اخر احنا ما نعرفش عنه اي حاجة؟ والاهم من كل ده يا ترى ايه سبب اختفاء ميل نفسه صاحب الارض بعد ما كشف اسرار غريبة عن الحفرة دي؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، بس قبل نبدأ حلقتنا كالعادة بفكركم ضروري جدا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تقدروا دلوقتي تدعموا قناتنا انها تستمر عن طريق ميزة السوبر سانكس، هتلاقوها تحت الفيديو جنب اللايك والشير، واكيد كمان انكم هتدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا. هتشرف متابعتكم ليا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. انا كريم العدوي، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. يوم 21 فبراير سنة 1997 اتصل واحد اسمه ميل بالبرنامج الأمريكي الشهير في فترة التسعينات واللي كان اسمه Coast to Coast AM، وقال للمذيع قصة هي واحدة من أغرب القصص والحاجات الغريبة اللي اتعرفت في أمريكا لحد النهاردة. ده الناس في أمريكا بيعتبروا القصة دي حاجة كده زي مسلسل هيركليز زمان، وكل العائلات الأمريكية في التسعينات كانت بتتجمع عشان يسمعوا قصة حفرة ميل اللي فضلت معلقة مع الناس لسنين. المهم يا سادة، الراجل ده قال للمذيع إنه اشترى بيت جديد واكتشف إن الأرض المحيطة بالبيت فيها حفرة عمقها كبير جدا. In 1997. All right. When did you discover this hole? Well, the hole has always been there. We've been out there for a couple of years now, and you know, the hole has been there since we've been there. It's been there since the previous owner was there, and the previous owner there was quite elderly, and I'd say he was there for a good 30-40 years before we moved in. Wow. ولما سأل أهل القرية عن سبب وجود الحفرة دي قالوا له بأن الحفرة دي موجودة من سنين كتير جدا ومحدش عارف مين اللي حفرها، لكن أجدادهم كانوا بيسموها باسم حفرة الشيطان، وده بسبب أنها مش حفرة عادية، كان حواليها كتير من الشكوك. وعلى الرغم من كده كان سكان القرية بيتعاملوا مع الحفرة دي على أنها صندوق زبالة، من الآخر كده كان أي حد عنده حاجة مش محتاجها بيرميها فيها، والكلام ده كان بيحصل على مدار سنين كتير جدا. لكن اللي استغربه ميل ازاي الحفرة دي ما اتملتش لحد دلوقتي، او ليه لو في حاجة ترمت جواها مش بيكون ليها اي صدى صوت، يعني ما بترمي الحاجة بتسمع صوت خبطتها على الارض، صوت الارتطام، انما دي بترمي فيها الحاجة وشكرا خلاص كده مفيش اي صوت ولا اي حاجة خالص. الاغرب بقى من كل اللي قلته ده يا سادة هو ان ميل حاول انه يقيس عمق الحفرة بنفسه واستخدم احبال وصل طولها ل 24,000 متر. انت بتخيل الرقم؟ الا ان برضو ما جابش اخرها وما عرفش يوصل لعمقها الحقيقي، وده اللي خلى علماء الجيولوجيا يقولوا ان حفرة بالمواصفات اللي قال عليها ميل بالتأكيد عمقها بيوصل لسمك القشرة الارضية. حضرتك فاهم معنى الكلام ده ايه؟ لا ولا انا بصراحة. من ضمن الحاجات اللي حواليها علامات استفهام كتير جدا يا سادة ان الرجل اللي اسمه ميل ده قال ان الحفرة مش بيطير حواليها اي نوع من انواع الطيور ولا حتى بيجرؤ
أي حيوان إنه يقرب منها، ولو أجبرت أي حيوان إنه يقرب من المكان ده بيقاوم بشكل شرس جدا، أكنك هترميه في حفرة من النار، وإن هو يكون مستوعب إن دي حفرة من النار. ده غير إنك لو رميت فيها أي شيء مهما كان وزنه وضخامته زي ما قلنا مش بتسمع ليه صوت للارتطام. طيب تعال أزيدك كمان من الشعر بيت. ميل خد الراديو بتاعه عند الحفرة وقعد كده بكرسي وما كانش قصد حاجة يعني، ومشغل محطة راديو وبيسمع مزيكا. الغريب بقى وفي لحظة ما هو قاعد مسترخي جنب الحفرة بتاعته، محطة الراديو دي اتغيرت إشارتها، التردد عند الحفرة اختلف وشغلت موسيقى غريبة، قال إنها أكنها موسيقى من زمن قديم، هو ما يعرفهاش بس أكنها من زمن قديم. عارف انت المزيكا القديمة دي؟ وكمان من ضمن الحاجات الغريبة اللي قالها ميل إن واحد من سكان القرية شاف خيال اسود غريب خارج من الحفرة، والموضوع كان مرعب بشكل كبير بالنسبة له، وده يندل بيدل يا سادة على إن في قوة غريبة موجودة جوه الحفرة دي، لكن لحد النهاردة ما حدش يعرف اي تفاصيل عنها. وطبعا موضوع الكلب اللي رجع حي مره تانية بعد ما اترمى جوه الحفره ده برضو شيء غريب، وده انا مش قادر افهمه بصراحه، مش قادر استوعبه. الكلب مات واترمى في حفره عمقها مش معروف وفجاه رجع حي تاني، ده على افتراض ان هو فعلا نفس الكلب. طب لو كلب شبهه هيبقى لابس نفس الطوق؟ طبعا مكالمة زي دي يا سادة فيها كمية معلومات خطيرة جدا لن تمر مرور الكرام كده من غير ما الحكومة الأمريكية تتدخل في الموضوع وتاخد قرار فوري بالتحقيق في الموضوع. وبالفعل ذكر ميل في مكالمته التانية في البرنامج الشهير انه في يوم كان راجع لبيته وتفاجئ بمجموعة من الحرس لابسين اسود وبيمنعوا من دخول بيته بحجة ان في طيارة وقعت في المكان ده والتحقيقات شغالة جوه. ساعتها رد ميل على الحرس بكل هدوء وقال لهم انا مش شايف حطام طيارة ولا دخان ولا اي حاجة. وعلى الرغم من كل ده يا سادة الا انهم منعوا ميل من دخول بيته. المهم ان بعد فترة عرضت الحكومة الفيدرالية على ميل انها تأجر منه البيت بمبلغ كبير. بصوا هو المبلغ ده اتذكر بس انا حاسه اوفر، يعني حاسه ممكن ما يكونش صحيح قوي. المهم ان المبلغ كبير، وكان المبلغ ده كل شهر، يعني هو مش هيشتروا الارض والبيت، لا ده احنا هنديك ايجار شهري. ومبلغ زي ده كان يقدر يخلي ميل يشتري بيت في احلى مكان في امريكا، بس الحكومه كان ليها شرط واحد وهو ان ميل يسافر بره البلد نهائيا وما يجيبش سيره موضوع الحفره تاني ابدا، وهم هيحولوا ليه المبلغ كل شهر. وبالفعل ده اللي حصل، وقبل ميل بالعرض، عرض ما يترفضش. ولكن بعد 3 سنين يا سادة حب ميل انه يرجع امريكا مرة تانية، لكنه اتفاجئ بمجموعة من الضباط بيقبضوا عليه، وكان راكب اوتوبيس متوجه بيه لمدينة سان فرانسيسكو، وفجأة وبعد اسبوعين من الاختفاء فاق ولقى نفسه مرمي في الشارع واسنانه متكسرة، ده غير اثار الجروح اللي كانت في وشه وجسمه وعلامات حقن في ايده. وقتها ادرك ميل ان الموضوع اكبر منه بكتير وانه مفيش هزار، علشان كده قرر الاختفاء وعدم المطالبه بحقه في ارضه وبيته اللي بيمتلكهم. الحاجه بقى اللي انا مش قادر افهمها، ليه العنوان بتاع بيت ميل واللي كان مسجل على ابلكيشن بيشبه ابلكيشن جوجل ماب كده اتمسح من عليه مكان البيت تماما وكانه لم يكن موجود على الارض من الاساس؟ ما هو لو الحفره دي عاديه زي ما صرحت الحكومه بعد كده وانكرت كل اللي قاله ميل، ليه مسحوا البيت من على خرائط جوجل؟ وليه استولت الحكومه الامريكيه على ارض ميل وتم تهديده بانه لو رجع يتكلم في الموضوع ده تاني هيلفقوا ليه تهمه امتلاك معمل تصنيع مخدرات؟ وده لانه كان عنده فعلا معمل في بيته بيعمل فيه شويه تجارب على انواع الاعشاب اللي كان ممكن يزرعها في الارض عنده. حاجات كتير لحد النهارده ملهاش اي تفسير، لكنها بتدل على حاجه واحده بس، ان حفره ميل مش حفره عاديه خالص، ومش بعيد تكون بوابه لعوالم اخرى، مثلا لباطن الارض، لجوف الارض، حتى ممكن ما يجيش على بالنا ان في حاجه زي كده اصلا. فضلت اسطوره حفره ميل يا ساده حديث الناس لسنين وسنين، حتى بعد ما انقطعت الاخبار عن صاحبها وما بقاش ليه اي اثر خالص. وفي سنه 2008 صرح شخص اسمه ريد اليك انه شاف اجسام غريبه بتطير من فوق الحفره دي، وقال ان حفره ميل احتمال كبير تكون مقر لكائنات غير معروفه او حتى تكون قاعده للاجسام الطائره الغير معروفه، واللي بالمناسبه احنا بنسمع عنها الايام دي كتير وبتصريحات حكوميه غربيه. في ولاية نيفادا أسادة تم اكتشاف حفرة بتشبه حفرة ميل بشكل كبير، لكن الاختلاف اللي بينهم ان حفرة نيفادا واضح انها من صنع البشر ومش من فعل الطبيعة، وبرضو لحد النهاردة ما حدش قادر يعرف عمق حفرة نيفادا قد ايه، وده اللي خلى ناس كتير تقول ان حفرة نيفادا بالتأكيد بوابة لعوالم تانية. المستكشفين قالوا ان المنطقة المحيطة بالحفرة دي بتتميز بدرجة حرارة دافية
طول أيام السنة حتى فصل الشتاء. في منهم بيقول إن الحفرة دي اتحفرت سنة 1800 ميلادية عن طريق مجهولين. المهم يا سادة إن لما العلماء حبوا يقيسوا درجة الحرارة بتاعت الحفرة دي جابوا جردل وحطوا فيه كمية من التلج ونزلوا لآخر عمق في الحفرة دي قدروا يوصلوا ليه. مفاجأة بقى لما طلعوا الجردل اكتشفوا ان التلج اللي فيه مسحش لكن بقى دافي. مسحش لكن بقى دافي؟ لا لحظة بس مش فاهم ايه العبس ده، تلج دافي؟ تلج سخن يعني ازاي؟ تعال خد الاغرب، كرات التلج دي بقت قابلة للاشتعال. الكلام ده طبقا للمصادر ما بهبتش. وعلشان كده قرر العلماء انهم يعملوا تجربة تانية، جابوا خروف وحطوه في صندوق ونزلوه للحفرة دي. في الاول الخروف فضل يصرخ، بحسها تجربة بشعة شوية، لكن الخروف فجأة صوته اتقطع ولما طلعوا الصندوق كان طبعا الخروف ميت. لكن الغريب بقى سادة ان العلماء لما جم يشرحوا الخروف لقوا ان اللحم بتاعه مستوي تماما على الرغم انه فروته فضلت زي ما هي. وبعد كام يوم من التجربة دي لاحظوا ان في طيور باشكال والوان غريبة طايرة فوق حفرة نيفادا، لكن فجأة وبدون اي مقدمات قررت الحكومة انها تقفل حفرة نيفادا. ولحد النهاردة محدش يعرف ايه السبب الحقيقي اللي خلى الحكومة تاخد الخطوة دي. في سيبيريا بقى الوضع مختلف كتير لانهم اكتشفوا 3 حفر موجودين جنب بعض ومحدش برضو عارف مين اللي حفرهم، هل هم بشر عاديين ولا مخلوقات تانية من عالم موازي؟ محدش عارف. ساعتها بقى يا سادة تعددت النظريات، في اللي قال دي خطوط خاصة لاستخراج الغاز من الارض وده اللي نفاه العلماء وقالوا ان الحفرة دي بعيدة جدا عن اماكن ابار الغاز الموجودة في المنطقة دي اصلا. والنظرية التانية قالت ان الحفر دي ممكن تكون حصلت عن طريق الصواريخ اللي بتضرب وقت التجارب العشوائية للأسلحة مثلا. لكن أكتر النظريات اللي كتير من الناس مصدقينها فعلا إن اللي حفر الحفر دي قوة غير بشرية من خارج الأرض، من خارج الأرض بحدودها اللي احنا نعرفها، وده خلى السكان المحليين يقولوا إن ظهور الحفر اللي زي دي مش حاجة جديدة عليهم، إن من سنين ظهر حفر غريبة زي الحفر دي واختفت لوحدها. علشان كده هم بيعتقدوا ان الحفر دي مؤشرات لامور غير طبيعيه. قبل ما انهي الحلقه يا ساده حابب اقول ليكو اهم فرضيات حطها علماء الجيولوجيا يمكن تكون فرضيه فيهم السبب الحقيقي وراء الحفر الغامضه الموجوده في العالم دلوقتي. علماء الجيولوجيا قالوا ان ممكن سقوط الامطار بكميه كبيره بالاضافه للعواصف القويه تكون سبب في خلق حفر عميقه بالشكل ده، او ان زياده النشاطات البركانيه في الارض احتمال كبير يترتب عليها حفر زي المنتشرة بشكل كبير في العالم دلوقتي. في علماء جيولوجيا تانيين بقى ليهم وجهة نظر مختلفة خالص، وده لأنهم شايفين إن التصدعات اللي بتحصل في القشرة الأرضية والطبقات الداخلية للأرض مش بعيد تكون هي السبب في ظهور الحفر الغامضة حول العالم دي. أما الباحثين المؤمنين بنظرية الأرض المجوفة فشايفين إن الحفر دي دليل على وجود عالم تحت الأرض وإن الحفرة دي بمثابة بوابات لعالم جوف الأرض. فهل ممكن الكلام ده يكون صحيح؟ هل ممكن يكون فعلا حقيقي؟ عندك مثلا المؤمنين بنظرية الأطباق الطائرة والفضاء الخارجي فمقتنعين إن الحفرة العملاقة الغامضة دي من صنع المخلوقات الفضائية اللي زارت وبتزور الأرض بشكل دائم. ودي كانت أهم الفرضيات اللي اتكلم عنها علماء الجيولوجيا والباحثين. لكن لو تسألوني عن رأيي أنا فأنا شايف إن مفيش حاجة بتنتجها هوليود في صورة أفلام خيال علمي إلا و90% منها بيكون حقيقي، لأن ببساطة الناس دي ماشيين على أجندة بحذافيرها، مفيش شيء سايبينه للصدفة. لسه كلامنا مخلص، وعشان تعرف أكتر ضروري جدا تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تقدروا دلوقتي تدعموا قناتنا إنها تستمر عن طريق ميزة السوبر سانكس، هتلاقوها تحت الفيديو جنب اللايك والشير، وأكيد كمان إنكم هتدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا، وما تنسوش إنكم تشوفوا الحلقات اللي فاتت، هتشرف بمتابعتكم، هستفيد وأتعلم من آرائكم ومقترحاتكم، تواصلوا معايا على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. كل أمنياتي للجميع بالنجاح في الحياة، أنا كريم العدوي، إلى اللقاء في حلقة جديدة.